تغييرات النادي الاهلي طبعا علي لطفي النهارده، طبعا انا بشيد بيه بصراحه، يعني بشيد بيه النهارده، يعني شال واحده كان ممكن ان هي تغير مجريات المباراه زي ما كنا برضه بنشيد بالشناوي. لكن علي لطفي النهارده الراجل برضه بقاله فتره كان عنده كورونا ولسه راجع، قفل الجول كويس قوي بالظبط، قفل فيها كويس قوي، ورد فعل هايل بصراحه، ورد فعل سريع جدا. لكن طبعا في كوره اللي هو عدم التقدير بالكره اللي عدت من فوق، ده وارد، ده بيحصل قله اللعبه يا كابتن برضو، ممكن بيحصل غصب عنك، ممكن تلاقيك انت عشان بعيد عن الماتشات، فممكن واحده مثلا يبقى فيها سهوه او حاجه، او ممكن تخدعك، فده طبيعي، وحراس العالم كلهم بيغلطوا الغلطات دي يعني. لكن انا شايف ان طبعا احنا عارفين كلنا ان علي لطفي راجل عنده امكانيات كويسه جدا، وعنده ثبات هايل جدا في تحت الثلاث خشبات. اتمنى ان هو يبقى جاهز ان شاء الله فنيا اكتر من كده، لان طبعا يعني زي ما قلت لحضرتك في اول الحلقه، ان ضروري لازم يبقى في حارس تاني على مستوى الشناوي، نفس مستوى الشناوي.